طيب اليوم محاضرتنا عن probabilistic language modeling، بناخذ شيء بنسميه انجرامز. المحاضرة السابقة كانت عن اعطينا انتروداكشن عن الناتشرال لانجوج بروسيسنج، شفنا كيف اهمية الناتشرال لانجوج بروسيسنج، شفنا المشاكل. فضروري ان الواحد يشوف المحاضرة السابقة حتى يقدر يشوف ليش هاي المحاضرة، والاعتمادية انه ليش هاي المحاضرة، مش هيتخيل ليش الا تشاف المشاكل اللي بتواجه الواحد لما بيبني ناتشرال لانجوج بروسيسنج ابلكيشن او بيست ابلكيشن. يعني دائما من فيش مرات تطبيق معين اسمه ناتشرال لانجوج بروسيسنج، بس مرات بيكون في كومبوننت، سواء كان كومبوننت صغير او كومبوننت كبير له علاقه باللغه. التعامل مع اللغه تو اندرستاند هيومن لانجوج تو بروسيس هيومن لانجوج. هلا شفنا مشاكل كثيره وركزنا المره الماضيه على السينتاكس والسيمانتكس، مشاكل السينتاكس ومشاكل السيمانتكس، وكنا انه في تو ابروتش لمعالجه الموضوع. في شيء ستاتستيكال بيست ابروتش، وفي شيء رول بيست ابروتش، وفي الهايبريد اللي هو بدمج. هلا اليوم بدنا ناخذ عن اللي هي ستاتستيكال، يعني probabilistic language، كيف نبني موديل لللانجوج. طيب المحاضره هاي تقدروا تشوفوها، الفيديو مصوره بتلكوها وبتعملوا داونلود للسلايدز. هلا اول شيء بحب اشير انه هاي المحاضره معظم السلايدز، بس السلايدز كثير معدلين، ناخذها انا من حدا دان جرافاسكي من ستانفورد يونيفرسيتي، عنده كورس اونلاين عن الناتشرال لانجوج بروسيسنج، كورس طويل. فمعظم السلايدز ناخذهم من هون مع تعديلات كبيره عاملها على الموضوع. فيعني هي جست تو اكنولدج. تمام؟ طبعا بشرحها بطريقتي انا، بس هو بتقدروا تشوفوا الفيديو تبعه كمان. اول شيء بدنا ناخذ شو يعني probabilistic language model في هذه المحاضره. وحنضطر نخرج شوي ورد نرجع، نخرج نتعلم شغلتين، في شيء نسميه او سوري مش تشير، هاي غلط املائي، تشين رول و تشين رول وماركوف اسامبشن. ماركوف اسامبشن برضه حنطلع هذول شيء بالاحصاء، نروح ونرجع نكمل، بعدين ندخل شو هو الانجرام. ناخذ اكزامبل طويل، بعدين حناخذ افيلبل لانجوج مودلز، في لانجوج مودلز يعني هيك اليوم. انو بيقدر يبني، هيك بحاول اجاوب على سؤال، انو بيقدر يبني لانجوج موديل اللي بيساعدنا عشان نبني تطبيقات، نبني مثلا سبلينج. شو يعني لانجوج موديل؟ كله احصائيات، يعني بعطيك تو نعمل نص، نعمل نص، نجيب كوربس بنسميه، على فكره شو معنات كوربس بالعربي؟ اسمها مدون، مش بلوك، مدونه. مدونة هي واحد زي مثلا بروح بجيب كل ما كتب، أو بجيب كمية هائلة من النصوص العربية المكتوبة أو النصوص الإنجليزية المكتوبة من عصور مختلفة، من مواضيع مختلفة، من وهلأ في عمليات إحصائية بدها تصير على الموجود. هاي العمليات، هاي الاحصائيات اللي صارت اللي بنسميها اللانجوج موديل. هلا هاي الاحصائيات لما واحد بيعمل سبيلنج تشيكر بنستعمل احصائيات، فبنسمي هاي اللانجوج probabilistic language model. كمان المره المحاضره الماضيه حكينا انه نقدر نعمل رول بيست مودلز. طيب اول شيء نقول انا ليه بدي اعمل موديل؟ ليه بدي اعمل موديل يعني موديل احصائي للغه؟ لا مثلا من ماشين ترانزليشن، هل شو البروبابيليتي؟ البروبابيليتي اعلى اقول هاي وينز تو نايت ولا لارج وينز تو نايت؟ ها؟ هاي؟ هاي انت تقولي هاي. ليش؟ شو تقول؟ هلا هيك اجبتك زي هيك. انو هيك بده يجاوب لي الموديل، الموديل الستاتستكس اللي بتعمل حول اللغه، بده يجاوب لي، بده يقول لي انه احتماليه هاي اعلى من احتماليه. ايش الهاي بناء على النصوص هاي ولا لا بستعمل؟ ايش
فانا بدي اعطي هي البروبابيليتي، انو البروبابيليتي تبعته اعلى، فاللانجوج موديل بصير بعطيه الشيء بكل برجع لي بكل او هاي اعلى معناته استنى. في سبيلنج تشيكر واحد بيقول the office is about 15 minutes from my house، انو اعلى هاي ولا هاي؟ انو اعلى احتماليتها؟ غلط املائية، بورجيك شيء غلط املائي. هلا هو شو اللي سبيلنج تشيكر بفكر انت؟ هلا مثال، هلا هاي هاي طبعا اصح في الشيء الايه واحد غلط بالنسبه وحط ايه صحيح. هلا انت شو بعرفك انه انا بتقدر تستعمل نولج بيس، بتقدر تقول انا مستعمل ديكشنري رول بيس تقدر، بس مش كل شيء تبقى يعني مرات الديكشنري فيش فيه كل الكلمات، بتقدرش تجمع كل الكلمات بالمناسبه مره ف او مرات الكلمات في زي فورم وفرام ذكرت تغلط فيها زي انا عمري ما كتبت فرام الا لما كتبها فورم. ها وليك ولاك دائما بغلط فيها، هيك هيك ايدي تعودت. هلا اللانجوج موديل بجيب لي بقول لي اه هاي احتماليتها اعلى منها. طيب سبيتش ريكوجنيشن اي سو ا فان سبيتش ريكوجنيشن واحد بيحكي واحنا بنقدر نحول بنقدر نفهم شو كان بنقدر نحوله لناص، انا احتماليه على اي سو افان ولا اي سو افان اي سو افان لما تقرايها تخربش الكمبيوتر اذا ما كانش الصوت واضح تحديدا، فانا احتماليه اعلى. طيب في السمرايزيشن نفس الشيء في كويري كويستشن انسرينج اتسترا اتسترا اتسترا، فاحنا بدنا لانجوج موديل تساعدنا عشان نساوي شغلات زي هيك. هلا given a corpus كنا شو يعني corpus؟ يعني مجموعة كبيرة جدا من النصوص. compute the probability of a sentence، sentence يعني W or a sequence of words W1 W2 بدنا نعمل بدنا نحسب احتمالية هاي الجمل. شو احتمالية من خلينا نحول احتمالية السنتنس شو هي؟ هي نفس احتمالية بس الكلمات يعني الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، مش بركي من خمسة وحط فيها نفس السيكونس نفس السيكونس، فسواء دورت احتمالية هاي واحتمالية هاي نفس الشيء. طيب ريليتد تاسك هون احنا بنحكي احتماليات واحصائنا، انتبهوا. probability of an upcoming word يعني انا شو الابكمينج وير؟ يعني انا قاعد بتعرفوا في جوجل وانت تتبلش تكتب بصير يجيب لك اوتو فيلينج اوتو كومبليت. هلا كيف بدنا نسويها؟ probability of an upcoming word هي نفس الموضوع هاي التاسك ان احسب احتماليه الابكمنج وير هي فيري ريليتد هاي التاسك اللي هي احتماليه الجمله. هلا بنشوف ذات از جيفن ذا سنتنس دبليو 1 2 3 4 وات از ذا بروبابيلتي ذات وير 5 ويل بي ان ذا نيكست وير. يعني هات نشوف انا هاو تو كوك رايس كيف اول شيء بوريكم كيف بكتبها هيك بكتبها بالاحسن What is the هيك بنقول طلعوا كيف هيك طلع given طلعوا شايفين هاي W5 بار 1 2 W1 2 3 4 هيك بنقول given هيك بنقرا given W1 W2 W3 W4 What is the probability of word 5 زي يلا هذا بنقرا given ها given how to cook what's the probability of rice what is the probability of rice شو يعني how, how to cook rice صح ال upcoming rice ولا ال have هيك بقول لك upcoming اي وحده هاي upcoming دائما هاي upcoming
يعني جبن هذول شو احتمالية انه اللي بعد هذول يجي هذا؟ يعني واحد كتب على جوجل هاو تو كوك، هاو تو كوك ايش؟ هذا شو اكثر بالنسبة لجوجل عنده لانجوج موديل؟ هذا الليرنج ماشين بتخفيها في جوجل، عنده لانجوج موديل ضخم جدا جوجل. هلا انت بتكتب له هاو تو كوك، كوك ايش؟ هلا هو بجيب لك تطلع عليه هذول اعلى احتمالات صورته، انه صورته طبعا حسب اعلى الاحتمال انه النكست ويرد تكون هاي الشيء. هلا السؤال هون انه شو هو احتماليه انه اذا بعطيك هذول تكون هاي؟ فهمت علي؟ هاي شايفينها هاي هيك، انا بدي اورجيكم بس الفرق بين هاي وهاي، وهاي الشيء احتمالية انها تكون السنتنس كلها. فاحنا بدنا نشوف احتمالية انه هاو تو كوك رايس. انا هلا بدي احول المشكلة لهون. لو تغير الترتيب بينهم لا هذاك الشيء الثاني، بس بطل الجملة نفسها، بطل يعني جيفن دبل ويرد واحد واثنين وثلاثة وأربعة تختلف عن ثلاثة. ايه بتختلف اني اقول ثلاثة واحد اثنين أربعة تختلف. طبعا قلنا given هذول given هذا sequence what is the probability of word 5 to be the next. طيب a model that computes. هلا لاحظوا كيف هنا بدنا نحكي اشياء شوية دقيقة. احتمالية sentence او احتمالية او النهاء او ها this is called language model. هذا language model أو في ناس يسموه هذا الجرامر تبع اللغة. أو أستاذ هذا ما أخذناه شيء في المدرسة، إحنا الجرامر إحنا أخذنا إنه إيش يعني إنه الجرامر جملة إلها فيها نان وفيرب وذيرب، هذا اللي أخذناه، هذا مش جرامر هذا إحصائيات. آه بس ما هو عمليا ما هم استنتجوا إيش حصل واللي عملنا نقاش هذا المحاضرة الماضي بطريقة أوسع، فبدناش نروح على نروح فيه اليوم. بس في ناس يسموا هذا الجرامر، بس الاسمه في العلم Natural Language Processing اسمه هذا Language Model. ليه؟ هذا عشان نفهم هذا هاي اللعبة هذا العلم لازم نروح نفهم، خلينا نطلع شوية ونرد نرجع، بس ما نطلع شو نفهم إيش بنسميه؟ تشين رول of probability. ليه؟ طيب تشين رول اخذتوا انتوا حساب احتمالات مظبوط؟ اخذتوا تشين رول؟ سامعين بس ناسين. طيب just recall the definition of conditional probability. هاي يسموها conditional probability. اذا شو بتساوي شو احتمالية او هيك given B شو احتمالية A to B the next. شو هو؟ اللي هو احتمالية A B مع بعض، A B مع بعض على احتمالية من مزبوط؟ مفهوم ها؟ طيب هاتوا نكتبها بطريقة ثانية، إنه اضرب هاي بهاي ها؟ فعندك احتمالية A B تساوي احتمالية هاي ضرب هاي اه بس كلبهم خلينا نشوف هاي ها اه؟ واضحة؟ نعم. هلا مور فاريبلز. هلا لو انا هذا لو عندي A و B تو فاريبلز يعني زي كلمتي، يعني اقول لك شو احتمالية انه هاو هاو وتو هاي تو يعني هاو تو اللي هي احتمال، يعني واحد بده يقول لي هل دائما هاو تو بيجي مع بعض؟ وشو احتمالية قديش يجي مع بعض؟ أو بدناش نقول هاو تو. نايس دي. نايس خلينا نقول نايس دي ولا نايس ويذر ولا نايس جير ولا نايس ايش بدكم؟ هلا شو أكثر شيء مستعمل باللغة؟ أني أكثر وحدة؟ باجي بقول أنا بدي أفحص احتمالية، أنا بقولش أني أكثر واحد مستعمل، أنا بدي أفحص واحدة منهم.
فبقول نايس جيرل ها فبقول جيرل فبقول جيفن جيرل جيفن نايس 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 جيفن نايس شو النتيجه شو احتماليه انها دي او جيرل ها نحطها النتيجه بعدها هيك هلا لو عندي انا مش بس اي بي كلمتين لو عندي اربعه شو بكون احتماليه احتماليه الاولى لحال ضرب هاي في ضرب بس احط الضرب هون ضرب احتماليه اي بي مع بعض ضرب احتماليه احط سي هلا جيفن اي بي ضرب احط دي جيفن اي بي سي كمان مره هاي خذ المثال شو احتمالية it is its water is so transparent هاي شو احتمالية الجملة كلها النتيجة مع بعض هذول الجيم بهذا الترتيب ورا بعض شو احتماليتها هي احتمالية its ضرب احتمالية given that its water يعني ضرب احتمالية its water ضرب احتمالية الجملة اللي كونناها بالأول It's water A given شو احتمالية is ضرب احتمالية It's water is given it's water is so ضرب احتمالية It's water is so ضرب احتمالية ضرب احتمالية كلهم مع بعض ولا أنا ماكس لا بس بين it's water إنه transparent أو given it's water is so هاي احتمالية عشان اطلع يعني ما عشان اطلع احتماليتها يا علي عشان اطلع احتماليتها انها تيجي بطلع اضرب هذول ليه طيب هلا اذا هذول اذا اربعه هاي اذا واحد اذا كلمتين هاي اذا اربع كلمات مزبوط هلا نيجي ل سيكونس طويل سيكونس طويل هلا شو احتماليه هذا عندي مشكلة غالبا انا بهتم في اخر جملة شو اذا عندي ورد واحد ورد اثنين ورد ثلاث هاي ثلاث نقاط هاي ثلاث نقاط شو هلا ايوه شو شو بتساوي عشان تسبب احتمالية مضروب ورد 1 2 3 4 5 لان حاصل ضرب اللي هي حاصل ضرب احتمالية بضل ابدل فيها واحد واحد زي ليه؟ هاي القرن هاي اللي بنسميها chain rule لكن ايش بالاستثناء واحد مسدد اه given i minus 1 طيب هلا how to estimate this probability هلا هذا الكلام صراحه كبير كثير بطول لو كل لو بدي اجيب كوربوس من مكون من مليار دوكيومنت وساوي على كل جمله وكل كل جمله مش بس كل جمله كل كلمه وكل كلمتين وكل ثلاث وكل اربعه بعد كل جمله بعد وين بدنا نخلص شو بدنا نخزن فبدنا ناخذ هاو تو استيميت بدنا نقدر تقديرها فجيفن ا لارج كوربس اوف انجلش ذات ريبريزنتس ا لانجويج يعني معناته ورد فيه represents a language يعني هاي يعني مش exactly the language بس يعني إلى حد كبير. Should we just divide all words and count all probabilities? Should we do this? لا بس آخر جملة آخر كلمة. آه. يعني أنا كيف بحسب هاي عشان بس عشان أورجيك عشان بس أورجيك إنه it's where يعني given the statement. هذول الكلمات given هذول الكلمات it's water is so transparent there يوجد احتمالية بعدها the أنا كيف بحسبها كيف بحسب probability بعمل كام it's water is so transparent there على احتمالية على على عدد ما حاضر أيوة ما هلا هاي الاحتمالية صح هلا إذا هلا أساوي هذا كله للإنجليزي تخيل لو عندي مليار دوكيومنت مكتوبات بالانجليزي ها جوز دوكيومنتس كبار كمان
اروح اجزئ كل كلمه واعمل كل هذه قصير؟ مزبطش كثير. ها بعدين هاي الشيء. بعدين على فكره we will never have enough data the count of all possible sentences for estimating this. هاي في حدا صديق لنا اسمه اندري مارك، واحد روسي وماثماتيشن رياضي، عالم روسي، عاش من 1856 ل 1922. اجا كان شايفين هاي التشين رول اللي شفتوها قبل شوي؟ انا ببسط لكم اياها. كيف؟ انستود بدلا من اللي سوينا اللي كنا نسويه، وي ويل ابلاي ا سمبليفاينج اسامبشن اللي هي الاسامبشن تبع ماركوف. شو بقول ماركوف؟ ها؟ ماركوف بيقول انه باختصار هنرجع هون تستعملش كل هذا، جربش كل اللي حكيناه، جرب بس شوي يعني اول ثنتين ثلاث بس او اول واحده ثنتين بس تقريبا تعطيك نفس النتيجه. سامحيني شوي. سو انستود اوف ذا كاونت اوف اول بوسيبل سنتنسز ات از انف to only count the last few words. يعني تستعملش كل شيء بعدها، كل الاحتمالات بعدها كثير. تستعمل اول مثلا واحدة او ثنتين بيعرف يعني اذا هن خمسة مثلا صد اخر ثنتين او واحدة او مثلا هلا كل ما بدك بس يعني the last few is enough. نهمل الاول is enough. In other words, approximate each component in the product. يعني احتمالية ها مش أمكن أن نرسل احتمالية ها. It's enough أن يكتوب دي يعني هاي من I إلى K بس لـ minus K يعني من I ناقص K لـ I ناقص خذي واحدة أو كلمة أو كلمتين تخذيش كل شيء. يعني بدل ما نقول له اعطيني البروبابيليتي تبعك انا شو كيف بدي اساوي هون ناخذ كل شيء. اتس ووتر اتس سو ترانسبيرنت هاي تحت من واحد بحدد من هاي لازم تاخذيهم كله مزبوط كله صح لا خلص انت اللي بتدوري عليه انه جيفن مثلا ذا سوري جيفن اتس ووتر اتس سو ترانسبيرنت هذول جيفن شو احتماليه اللي بعدها تيجي ذا حطيش كلها روح بس سو ترانسبيرنت حط اللي كمل بكفي او اذا بدك مش بدك اللي كملها التقريب مش كثير اللي استعمل مثلا سو ترانسبيرنت تقولي خلص بدل جيفن كلها جيفن سو ترانسبيرنت او بجوز هذول خلص اذا اشتغلت هيك إيه؟ هذا الشيء بكفي أو هاي المثال صح انا بقعد ادور عليها اكزامبل هل هلا انا شو بقول هيك 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 طلع شو بدي اسال given its water is so transparent that شو احتماليه اللي بعدها تيجي ذا ها معي بدل ما اروح اسويها اقول اسويهم كلهم زي ما وجيتهم قبل شوي خلص باخذ given that او بتاخذ ترانسبيرنت given that شو احتماليه اللي بعدها تيجي ذا هاي الاحتماليه نتيجه هاي كلها تقريبا كد النتيجه كد اللي بتطلع عندك هون هلا بتقول لي بس مش كثير هاي بك. اوكي خذ كلمتين قيمة كي عادة من عندي احطها؟ يعني اخذ كلمة ولا كلمتين ولا ثلاث؟ هلا إذا خذ كلمة، كلمتين اختار أنت. ما هي هلا هو هي هاي مش ايكو. هاي تقريب. مرات الفرق صغير جدا في بعض الابلكيشنز قد يعني شيء لك.
قد يلا يعني شيء صح؟ طب فهمتوا على؟ هو ما بقى يعني لازم اختار كلمات او اربع كلمات هلا ما قلت كيش هو ما كانش ثلاثة او اربعة دراستي فيو لازم الاخر يعني؟ اه ولا؟ فيو لازم يعني هي بصراحة بتعتمد على الابلكيشن اللي بدنا نستعمله معظم الابلكيشنز اللي بدنا نستعملها بالسيرش بهذول كلمتين ثلاث كلمات قصدي يعني ما تنفعش اه؟ ولا فيو خلينا نشوف أساس يعني ما ينفعش مثلا نروح كلمة من الأول وبعدها نمرص على الآخر لا 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 ماشي يعني أخذنا هون واحدة كبيرة أخذنا هون اثنتين تقول لي طب لا أنا بدي أخذ سو ترانسفير إنه احتمال يعني لي احتمالية الاحتمالية يعني احتمالية إنها الذاء تيجي بعد هاي الجملة تقريبا قد احتمالية انها تيجي ذا بعد هذول الثلاثين او هذول الثلاث او هاي الواحد هذا هو الماركب ماركب اسامشن فهمتوا علي؟ هاي هي الماركب اسامشن بس هاي على فكرة غيرت مجرى التاريخ يعني معنى اخر كان هاي الاسامشن كانت كثير 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 مهمة اه طبعا هو شو سهل كثير هلا يونيغرام يونيغرام والكتاب استمر the probability of the whole sequence of words by the product of the probability of individual words يعني كل واحد لحاله انه زي هذا اليونيغرام يعني بعطيك كلمة بس بتدور على الكلمة اللي قبلها كلمة واحدة قبلها ها؟ بتدور على الكلمة بتدور على لا نفس الأستاذ السيكونس بتضلك ماشي فيه يعني probability استمرت probability of a whole sequence of words by the product of each individual سوري سوري غلطت أنا القانون هاي لا لا غلطت أنا هلا أنا بقدر احتمالية جملة حسب الكلام اللي معي ووردز معين حسب الكلام اللي معي بتكلم لا 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 بدون اللي قبلها احتمالية هذه الجملة it is so transparent that the that that شو احتمالية الجملة هي it is هي خلينا احكي شو احتمالية هيك سؤال شو احتمالية الجملة اللي بتقول it is its water is so transparent that the هي تساوي احتمالية هاي الكلمة حالها كده مرة وردت بالنصوص اللي عندنا ضرب احتمالية هاي 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 ضرب ترتيب مش مهم؟ لا بالضبط بطل الترتيب مهم نعم صحيح نعم صحيح حسام فهمت اليونيغرام أنا بحكي على اليونيغرام يعني إيش اليونيغرام بيقول؟ إنه أنا عشان اعرف انه هاي الجملة it's water is so transparent that they شو احتمالية ها بقول كالتالي شو احتمالية it's لحالها في كل النص يعني كيف احسب احتمالية it's بعد كل الكلمات it's او عند هيك عندي 10 مليار كلمة وعندي نص مليون إيتس نص مليون عشرة طيب ووتر نفس الاشي فنص مليون عشرة ضرب احتمالية هاي ضرب احتمالية هاي ضرب احتمالية هاي هاي الاحتمالية يعني واحد بيقول لي إيتس ووتر إز سو ترانسبيرنت ذات ذي واحد ثاني بيقول لي حسبوا البروبابيليتي تبعد بالطريقة اللي قلت لكم إياها قارنها ببروبابيليتي ثانية اللي هي لجملة it's بس it's عليها هنا أو بدون the مش it sorry the water is so transparent that the أنا احتمالية أكثر بعد لا حسب شو قلت في الجزء حسب لا يعني كمان مرة عند جملة بتقول it's water is so transparent that the كيف أحسب احتماليتها؟ احتمالية هذا
بغض النظر عن اللي بعدها واللي قبلها، فيش كونديشن على اللي قبلها واللي بعدها. احتمال انتهي لحالها. هلا طلع عندي مثلا نص هيك جذب. الجواب نص، احتماليتها نص. خذ الجملة الثانية. The water is so transparent that the تختلف احتمالية. هذا هو اليونيغرام. اليونيغرام إذا هو بس البرودكت، مش هذي هذول البرودكت تبع أول شيء البروبابيليتي تبع هاي ضرب هاي ضرب البروبابيليتي تبع هاي ضرب البروبابيليتي تبع هاي ضرب البروبابيليتي تبع هاي بس. فيش شيء بس. طب في نيش نعرف next word شو أوتو كومبليت. هذا اليونيغرام. هلا بنشوف أشياء. هذا الإكزامبل هو automatically generated sentences from a unigram. يعني هيك احتمالية fifth and of future هيك بس يعني رتبهم حسب أكثر واحدة إلها unigram. يعني حكيت هو بسوي سنتين بسوي unigram وتبعت ماركوف. يعني أول شيء هاي إيش فيها؟ يعني أول شيء بسوي نعم صحيح. هاي احتمالية هذول هذيك عشان نرتبهم. احتمالية الجملة كلها تساوي احتمالية هاي ضرب احتمالية هاي ضرب احتمالية هاي لحالها individual. طيب عشان تكمل الصورة شوفوا البايجرام. ناخذ البايجرام. شو البايجرام بيقول؟ كل كلمة على كل الجملة. استبيع the probability of a word given the entire prefix from the beginning to the previous word. Only by the previous word. تقريبا زي الأول. لاحظ هاي هاي احتمالية هاي بتساوي حكينا ها هاي احتمالية شو بتكون؟ احتمالية أو given هذول الويرز شو احتمالية هاي هيك بنقول صح؟ شو احتمالية هاي تبكنيكس؟ هاي بتساوي شو؟ زي يقول لك امحى هذول بس لاست وورد يعني أنا مش عارف ليش هون خرب عند ال عشان عملت السلايد على الماك على ماركو هذول كان هيك في مشاكل وهاي على فكرة كانت بالضبط ثلاث نقاط هاي ثلاث نقاط ما شاء الله كتبوا في الكمبيوتر بس كنبتها بالمطبع طيب طلع هاي لما جيت أنا أطلع outside the new car طلع outside the new هذول كانوا أكثر أنا لا هاي اثنين كنا متأثر بس ضروري نشوف اللي هو باركينج مع نوت هاي نوت مع مش عارف دمحة خلص ما مش هيدا بس عشان اوجيك امثلة بس هلا طلعوا هاي شو طلعت لي طلعت لي بتطلع اغراض outside the new عمركم سمعتوا outside the new؟ بس اخر واحدة طيب new car car parking parking lot بلا parking lot يعني هو موقف lot of car no مش lot مش كثرة lot هون معناها look يعني موقف زي slot lot of برضو أجل هلا مع انه بيغلط مرات بس صار لها معنى فهمت علي؟ فانا هلا بدل ما ارتب الجمله تبعتي ارجع للمثال القديم تبعي ارجع للمثال القديم انا شو بدي اقول؟ بطلت اضرب شو احتماليه هاي الجمله كلها مش اضرب احتماليه كل واحدة منهن لحالها يعني شو احتمالية it's water is so transparent that the بالبايجرام باليونيجرام اللي هو مضروب احتمالية كل واحد منهم صح؟
بالباي جرام بقول شو احتمالية إتس ووتر ضرب احتمالية ووتر إس ضرب احتمالية إت إس سو ضرب احتمالية سو ترانسفيران ضرب احتمالية ترانسفيران ذا ضرب احتمالية ذات دي فهمتوا كيف؟ أني أداة؟ أكيد الباي أكيد الباي طيب أنا بقول شو تراي جرام احنا اخذنا اليونيجرام اخذنا اليونيجرام واخذنا البايجرام في شيء اسمه ترايجرام شو احتماليه الجمله كلها شو بتصير احتماليه هاي هذول الثلاث مع بعض ضرب احتماليه 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 فبضل ماشي بهاي الطريقه او طيب انو اداك عمل الفورث جرام ولا الكوارتر جرام بصير ابطا لا طبعا بصير ابطا وبصير تغلب اكثر هلا احتماليه هاي الجمله بتصير على الاربعه بتاخذ الاربعه مع بعض بعدين بزيح واحد كلمه واحده باخذ الاربعه دول مع بعض بعدين بزيح بعدين باخذ دول الاربعه مع بعض صح بعدين بزيح برد وهيك هلا هلا هذول انو اسهل الكمبيوتر يحسب الباي جرام ولا يوني جرام اليوني جرام اسهل شيء طبعا طب اني استعمل هلا عندي اذا عندي نص لان 100 كلمه جمله 100 كلمه استخدم اليوني هلا بتقول لي 15 جرام يعني خذ كل 15 كلمه مع بعض بصير ادق بس وين اوقف اعمل يوني ولا باي ولا تراي لوين؟ يعني مش برا جملة طويلة مستخدم اليوم إذا جملة صغيرة مستخدم لا إحنا بنحكي إحنا على عنا موديل يعني عنا هيك شيء تخذ لك كوربس فيه مليار ولا 100 مليار ولا اللي هو دوكيومنت وبدك تعمله الإحصائيات كلها الجهاز مختار ونحط تراي كل ما زادن بصير أنت إيش؟ أداء هلا شوف بالانجرام سو وي كان اكستند تو تراي جرام 40 جرام 50 جرام كيف ما بدنا ان جنرال ذيس از ان انسفيشنت موديل اوف لانجويج ليش؟ بيكوز لانجويج هاز بنسميه شيء بنسميه لونج ديستانس ديبندنس شو لك هالجمله بتقول؟ ذا كمبيوتر ويتش اي هاف جاست بوت into the machine room on the fifth floor crashed. أنو اللي كراش؟ floor crashed. لو باي جرام شو بتطلع لنا؟ floor crashed. صح؟ فهاي أحد المشاكل. This means that we have to consider lots of long distance statements. But in practice, we can get away with n-gram models. حالينا نشوف how to estimate the bigram probabilities. بدنا نشوف كيف نعمل estimation of bigram. The maximum likelihood estimation. كيف كنا given this word, what is the probability of this word to be the next? بتساوي المجموع هاي الكام تبع على الجبل بهذا السيكونس على الكام تبع هاي مجبور الكام ولا الاحتمال لا كيف بتحسب الاحتمال عدد شو احتمال given ما given the word nines شو احتمال انها وهي دي ولا نايس ما انا بدي كان ليش انا بدي اقول هلا انا بدي احسب انه في عندي كلمه نايس في عندي نايس دي في عندي نايس غير اني انت ورد اكثر من نصوص انجليزيه بقول given the word nice what is sorry given the word nice what is the probability for the word مثلا day عشان اعرف اقارنها مع given the word nice what is the probability of مثلا غير هل فكيف بحسبها عدد نايس دي على نايس
هيك سموه فجرة فلسفادات. أو بكتبها بالكام بدل ما أحسب مرة بس هاي هيك فلسفادات. خلينا نشوف مثال. مكتب له البربلتس هاي على البربلتس. هي البربلتس يعني تساوي الكام على توتال كاونت. بروح على توتال كاونت مع توتال كاونت بصير الكاونت لكل واحد. لا محطوط في السلايد. بديش البربلتس مش فاهمك. محطوط في السلايد بي ده الدبل ولا وين؟ أرجع أول ما قلناها. لا وين بدك تسال؟ ايوه هي بي بس نصير هي تطر كاونت بروح على تطر كاونت. اوكي اوكي خلينا انا احاول اعمل سمبليفيكيشن انا حمزه هلا. ها هلا بتشوفوا في عندي مثال صراحه على الموضوع. خلينا نشوف هذا المثال الصغير. في مثال صغير عندي مثال صغير بعدين مثال كبير. هلا كنا هاي كورفوس هاي شيء بداية الجملة سميناها هاي الجملة وهاي الجملة وهاي الجملة هاي بداية هيك مؤشر بس تاج لها بداية الجملة. I am Sam. Sam I am. I don't like green eggs and ham. هاي هلا given بداية الجملة شو احتمالية انها تبقى I the next 2 على 3 2 على 3 من هاي الناس اللي هم هي الجمله الاخيره. شو هم منين اجت الاثنين؟ هي الجمله الاخيره. منين اجت الاثنين؟ عدد الجمل بعد الاس في الكوربس. اول شيء بدنا نعمل كام؟ لا لايش؟ هاي شيء هي الاحتماليه انه بدايه الجمله اي لي هاي وهاي مظبوط؟ تنتين من اصل ثلاثة على توتال ثلاثة مظبوط؟ طيب شو احتمالية انه سام تلقى الأول وحدة؟ مرة اللي هن الكام اللي هو اجينا الثنتين ورا بعض انه هاي بعدين سام وين؟ بس هون مظبوط؟ على قديش وردة؟ هاي لحالها شو احتمالية انه ايام اللي هن ثنتين وين هم؟ ايام وايام على احتمالية اي مزبوط؟ على عدد الاي فخزن هذا ليه؟ هذا مثال صغير جدا. في اي سؤال لحد هون؟ خلينا ناخذ مثال كبير. وارد مش كبير بس well, هذا من هذا جزء سوري هذا جزء من كوربوس. هذا مثال مش مني هم. هذا جزء من كوربوس. كوربوس عندنا فيه 9222 سنتنس. هذول مني جيت انا قسمت هذول كامس هذول اعداد قديش اجت اي بعدها اي خمس مرات قديش اجت اي بعدها 1 827 قديش اجت اي تو وبعدها تو زيرو اعداد مش بروبابيلتي بس مش تو وبعدها تمام لا خلص لا بس تو بعدها اي تحت اي تو بعدها اي هلا قديش اجت 1 بعدها اي مرتين 1 تو 1 طيب 1 تو 680 طيب وهذا المجرى مفهوم؟ فافرض اني انا رتبت عندي كل هاي الكلام انا كثير بيطلع زيرو صراحه لا ايش طبيعي هذا لما عمل هاي الميتريكس مظبوط؟ طيب هلا بدنا نعملها نورماليزيشن هاي الميتريكس كيف يعني نورماليزيشن؟ اول شيء باي باليونيجرام يعني نورماليزينج ذا بريفيوس كاونتس وذا فولوينج. اول شيء نورماليزيشن باي يونيجرام قد ايه مره وردت اي؟ قد ايه مره وردت 1؟ قد ايه مره وردت 2؟
قد ايه مره واحده ايد تشاينيز لا هاي عدد ورود الكلمه في الكوربس كله 100 هلا الريزلتس بدل ما انا اشوف الكاونتس هون عندي بشوف الكاونتس قد ايه احتماليه انه يجي اي بعدها اي 2 عدد ما ودت الاي بعدها احتماليه على الـ يعني 5 على 2533 طيب I 1 33% I eat I Chinese I food I lunch I spin يعني بمعنى آخر حول حسب بدل ما حسب الكانسل حط الكانسل حطيت البرمجة استبدل واضح؟ لا هو طبعا انه في عندي زيروز كثيره بدها معالج هذا قديش هلا شوف شو البروبابيلتي انه يكون عندي سنتنس اي وانت انجلش فود بتساوي مش اي وانت جيفن اي لا 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 لحظه 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 اي وانت شو احتمال تكون الجمله هاي تيجي هي احنا كنا وي انهم التو تاسكس ريليتد تو ايتش اذر باي جرام هل هاي شو بتقول بهاي باي جرام جيفن بدايه السنتنس بعدها ضرب احتماليه جيفن جيفن اي تيجي وراها ام ضرب احتماليه جيفن وان تيجي بعدها انجلش ضرب احتماليه انجلش تيجي بعدها فود ضرب احتماليه فود تيجي بعدها نهايه الجمله ضربين كلهم قد ايه بيطلع هيك؟ بون صفر 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 كذا الى اخره ليه؟ طيب ناخذ الجمله الثانيه وين الجمله مش حاطها انا؟ لا شكلها كلمات بس هلا عندنا هذول هاي 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 احتماليات جمل احتماليات جمل مثلا انه want English want Chinese لاحظ او want English كديش احتماليتنا هكذا كديش want Chinese اعلى اعلى طبعا اعلى شطوط يعني ايه ويل اقول لكم ليش اعلى لانه هذا المثال عمله واحد من ستانفورد في كاليفورنيا هناك الناس متعودين على الاكل الصيني اكثر فكلمه ورود الكلمه want chinese ولا chinese food want chinese بتبكي اعلى من want english بفضلوا الاكل الصيني على الاكل الانجليزي هاي الاحتماليه هلا هاي الارقام reflects ايش how english is used in practice يعني اللي هو our corpus احرجتني في سؤالك خليها ناقشني فيها بنهاية المحاضرة بس احرجتني في سؤالك جاوب طيب هلا بالمناسبة ضرب 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 عشان احسب الضرب تبعهم ضرب انتوا مهندسين بتعرفوا انه الضرب بتكلف الكمبيوتر اكثر بكثير من الجمع صح؟ هلا بدنا نخزن الضرب شو بنخزن؟ جمع من يعني نعمل انا نسميه نعمل اللوك تبعه عشان سين نجمع بنخزن اللوك تبع بي 1 اللوك تبع بي 2 مش عشان نجمع كيف الفكره ليش مشكله هذول هذول كلهم ارقام صغيره جدا كلهم بوينت كذا كذا صح خلينا نقدروا واحد بالمليون ضرب واحد بال 10000 ضرب بيطلع عندي مش اوفر فلو بيطلع عندي ايش اسمه؟ اندر فلو كلها ارقام صغيره بس يضربها ببعض وكل ما ضربتها بصير الرقم يصغر مزبوط فبيطلع عندي اندر فلو وزائد انه الادنج از فاستر ذان مالتيبلاين بخزن اللوك تبعي واضحه؟ طيب
available resources. قبل ما نرد على سؤال علي اللي كنت احرجني فيه، شو هل في كوربوس للعربي و في لانجوج موديل للعربي؟ خلينا شو هلا الانجليزي في على الاقل جوجل عامله مثلا في اكثر من لانجوج موديل. خلينا نشوف لانجوج موديل تبع جوجل اللي اسمه انجرام. استخدم انجرام، شوف شو عاملين عندهم كوربوس. في كلبه بعرف شكل هذا الرقم، يعني هاي هاي لحد 8 مليون صح؟ مليار. شو مليار؟ تريليون. يعني 4 مليار تريليون. شو من الرقم؟ شوف كديش كلبه وقت ايش؟ 1 تريليون. يونيك ويردز، هذول مش يونيك ويردز. يونيك ويردز في 13 مليون و500 ألف كلمة. يونيك ويردز كل اللغات يعني؟ لا طبعا انجليزي بس. 13 مليون كلمة؟ لا لا هذول يونيك، يعني مثلا بوك وبوكس بيختلفن عن بعض كلمتين. وبوك وواحد حط اس مثلا بوكس، حط بعدها هاي كل ساعيتها بعدها كلمة ثانية. حتى المليونش معنى ولا؟ حتى المليونش معنى طبعا. هذا ستاتستكس، فيش شيء هون معنى. هذا كله احصاء، تعطيني سترينج وانا بعمل احصائيات. لحد هلا في معاني؟ في اي معنى؟ في معنى دلالي للكلام؟ تعطيني سترينجز وانا بعمل احصائيات، وبناء على هاي السترينجز مع الاحصائيات بعدين انت تستعملها في سبلينج تشيكر تقول ايه ما اذكى الكمبيوتر، عرف ان انا غلطت بالاملاء. هو عامل احصائيات على سترينجز، انتبه. هاي هلا هاي عدد الكلمات كلها. هلا شو فايف وير سيكونسز عندنا بيجمع بعض يعني 5 جرام مش مشتغل بس باي جرام ولا فاي جرام ولا فورث جرام على 5 جرام لا هذول بتسويهم وبتخزنهم وخلص. يعني انت بتجيب الكوربوس تعمل عمليات احصائيه تبعتك عليه، تخزن هاي العمليه منيح خلص. هذا اللي هي احصائيه فترات، هي بنسميها ايش؟ لانجوج. هلا بعدها انت بدك اللانجوج موديل هذا عشان تيجي مثلا انت تبدي سبلينج تشيكر تستعمله. لا انت بتروح تجمع تكست ولا عربي يوم نزل ورقك مع كوربوس. لا بكونش مع الكوربوس. بزمكيش بعد ما يكون عندك اللانجوج موديل يا طوالي، خلص بتاخذ احصائياتك وتخزنها خلص. هلا من لما نزل الويرد عشان سبلينج تشيكر يستعمل اللانجوج موديل، هل بتكون الاحصائيات هاي كلها موجوده بكلب الويرد؟ لا، بس هل في جزء منها؟ لا بعرفش بصراحه كيف الويرد سبلينج تشيكر تبع الويرد مبني، بس احتمال انه بتتنزل شغلات طبعا. وصلت الفكره؟ تقدر تبني واحد العربي؟ اذا في عندنا حاجه تقدر تبني هلا لانجوج موديل للغه العربيه؟ تجمع نصوص كلمات. جمعنا النصوص، شو سوينا بعدين؟ تسوي الموديل، يلا جبنا. اجى كتاب، انتم مثلا كلكم كنتم تسووا مشروع تخرج مع بعض، اجى كتاب شو سوى؟ هي جابت لكم النصوص، راحت لمت عملت كرولر وجابت اني راحت على جريده القدس وعلى جريده الحياه وعلى راحت دمت مش بس من الانترنت، وعندها كتب كثيره تكست تبعها جابتها واعطتكم اياها. يلا شو بدكم تسووا عليها؟ هلا بدكم تيجوا وتعملوا بارس للكلام، تاخذوا كل كلمه تفصلوها مع حال، تعملوا الكاونتس. بعدين الكاونتس مثلا على الباي جرام، اذا بدكم نفترض بس على الباي جرام نعمل على الباي جرام نخزن احصائيات. بعدها بيجي واحد يستعمل سبيلنج تشيكر او ماشين ترانسليتر او فويس ريكوجنيشن او الى اخره، بيستعمل الموديل تبعه. شفتوا كيف العلم؟ موضوع هذا موديل احصائي للغه. فيش جوجل سبيلنج تشيكر. لاحظ هلا بنشوف. هلا مثلا سيف از ذا انكمينج
serve as the incubator, serve as the independent. هاي بس حبيت أورجيكم أمثلة على هذا الانجرام تبع جوجل اللي هو معها. بس هاي أمثلة جاي الآن كثير مرة وردت كل واحدة منهم. شفتوا كيف هو كمان بيرتب الجوجل اللي حسب المدة. ها؟ تقدر تعمل كليك هون عشان تشوف. في جوجل بوكس يعني اوكي سؤال هل لما دعيتها بتجيب لكم النصوص قولي لها لحظه منين جبت النصوص تقول انت جبتهن من جرايد شفت كل التعليقات على الفيسبوك واخذتها تعليقات الفيسبوك إذا تعليقات الفيسبوك دخلت وهي لغة مش مليحة معناته الاستاتيكس استبعدكم مبنية على قربص غلط مبنية على قربص غلط؟ هل هو عن جد غلط؟ لا مستعمل ها؟ هلا تسمع الكلمتين من الناس تسمع حدا العلماء حدا بكلها إذا لانجويج موديل بنيته على نصوص كاتبينها فقط الأدباء والشعراء هذا بصير كل لك بصير كل بصير السبيلينج تشيكر اللي أنا بستعمله المبني على اللانجوج مثل هاي لا بصير كل شيء إيش ما تيجي تكتب كل لك طيب تقول هو ما هو فعلا غلط بس هناك ناس تستعمل هلا هذا بنرجع لك بدك تسوي لانجوج موديل بس من الجرايد طب نستعمل الجرايد؟ جميع المصادر هل الجرايد الكوتش والأيام والكلها كل الجرايد الوطن العربي هل هي معتمد اللغة دمتها؟ أنا رأيي شوفوا معظم الناس تستعمل الجرايد الجرايد هي زي الميدل بين لغة الناس واللغة اللغة الشعر يعني لغة اللغة الرصيني واللغة اللي مش رصيني عشان هيك هي مناسبة لكل الجمعية العاد هان حسب الانبوت بيطلع الاوتبوت حسب التكست اللي جبناه الكوربوس بيطلع عنا ليه؟ طيب does the language model prefer good sentences to bad sentences يعني how to know انه الموديل تبعنا صح ولا غلط يعني انت بنيت المشروع تبعكم طب انا هيك عملنا كومبيتيشن نصكم بنى نصكم بنى لانجوج موديل والنص الثاني بلا لانجوج موديل ثاني وبدنا نقارن نعمل كومبيتيشن كيف نعطي العلامات يا مورا؟ حسب الريزلتس بدنا نجي نفحص الموديل نشوف انه احسن شو الموديل الاحسن؟ اللي اولويز اساين هاير بروبابيلتي تو ريال اور فريكوينتلي اوبزيرد سنتنسز مضبوط؟ بس شو اللي حددها يعني؟ الانبوت يعني ذا ان جراماتيكال اور ليري اوبزيرف سنتنس شو الريال بالنسبه لنا؟ ليش الريال؟ انت بتقول هاي ممكن تكون افضل لا انا اعطيك جمله صح بعطيك جمله صح يعني اذا هل هي مشائعه؟ يعني بقول هل هي كلمه هل هي وارد كثير؟ خير انت اللانجوج موديل والناس جابوا علامه وناس حطوا لها علامه يعني احتماليه وناس ثاني حطوا لها احتماليه طب شو الصح هلا بيعتمد طبعا على الكوربوس تبعنا فاللانجوج موديل تبعك لازم يفضل الاشياء الاقرب ل المستعمل هلا عاده ترين باراميترز اوف اور موديل اون تريننج سيت عادة في الماشين ماشين ليرنينج في عندنا شيء بنسميه تريننج سيت بالتجربة يعني الكوربوس تبعنا هو الكوربوس تبعنا اخذنا منه مظبوط هلا بعدين شو بساوي؟ بفحص هلا بعد ما اخلص تدريبه خلصت اللانجوج موديل بفحص على شيء بنسميه التيست سيت اللي هي انسين يعني انسين يعني ايش؟ يعني انا دربت الموديل تبعي على تريننج
بس خلص لما هاي يعني هاي الداتا بحاسبوش على انها كانت نتائجه صح ولا مش صح. ها بعدين بجيب له شيء جديد بكاشف التريننج سيت، هاي بنسميها التست سيت. مزبوط. على اي حال اللي انا بقوله هون انه الايفالويشن متريك تيلز اس هاو ويل اور موديل داز اون ذا تيست سيت. اهم احنا اهم شيء وين بنحط، مش وقت التريننج يا ادم. اوكي تيست. هلا ذير ار تو ويز تو ايفالويت لانجويج موديل. في عندنا تو ويز. اول واحد اللي بنسميه اكسترنسيك ايفالويشن او ان فيفو، والانترنسيك ايفالويشن بريكسيتي. خلينا نشوف اول واحد الشيء. اول واحد الشيء هي بيست ايفالويشن اوف كومبيرينج موديل اي وموديل بي بوت ايتش موديل ان تاسك. يعني شو بساوي؟ عندي سبيلينج تشيكر، بستعمل اللانجوج تبعكم انتو جروب اي الموديل اي بستعمله في سبيلينج تشيكر، وبستعمل لانجوج موديل بي بنفس سبيلينج تشيكر او الجرامر تشيكر او اللي هو انو اداه احسن. بقول هذا احسن، هذا بنسميه اكسترنسيك ايفالويشن. يعني اكسترنسيك يعني من برا عرضي. ها هاو ماني مس سبيلد ووردز كوركتلي كوركتد بروبابلي، هاو ماني ووردز ترانسليتد كوركتلي انسد وبقايا. مليح. هلا هذا الاكسترنسيك دائما عمليه الايفالويشن تروح تقراوا جزء. تسالوا حالكم اصلا ليش اصلا بدرس فينا الاستاذ كيف اعمل ايفالويشن لموديل، لانه هذا الشيء هو الشيء الجوهري، انه هذا بناء عليه الموديل المليح ولا مش مليح. يعني زي اللي بقول لكم شو الموديل المليح ولا شو الموديل مش مليح، فهمتوا علي؟ فهذا طريق الايفالويشن اني معنا اجربه بالابلكيشن. هذا الموديل بكلف وقت كثير، الايفالويشن بكلف وقت كثير. هلا الانترنسيك يعني زي ما بتقولوا الداخلي، هاو ويل كان وي بريدكت ذا نيكست وير؟ اي اولويز اوردر بيتزا وذ تشيز اند ذا 33rd president of the US was I saw a girl a boy. هلا ففي عندي احتمال I always order pizza with cheese and مشروبس ولا ببروني ولا بلبر. ها اي احتمالية. هلا فطريقة الإيفالويشن بالطريقة هاي، الإيفالويشن بالطريقة هاي، ها هذا اللي بنسميه intrinsic evaluation. So a better model of a text is one which assigns a higher probability to the word that actually occurs. زمان حكينا ما فيش شيء. هلا هذول ما بصيرش انا اروح اجيب من هاي الجمل اخذها من وين؟ من القربوس اللي انا دربت الموديل عليه. هاي لازم تكون انسي. هلا للي معني بطريقه اكثر بريبليكسيتي is the probability of the test set normalized by the number of words. هاي ما ادري تبعت بس المعنى. هلا maximizing perplexity is the same as sorry minimizing is the same as maximizing probability. ليه؟ اللي معنى اكثر طبعا هذا الموضوع انا حاولت اختصره للperplexity بس هو موضوع طويل يعني. هلا حضروا اذا في عندكم اسئله بس احاول اجاوب على سؤال. هل في سالته المره الماضيه نفس السؤال، هل في كوربوس للغه العربيه؟ حكيت انا انه في بس يعني انا هذول كلهم كوربوس صغار مش زي تبع جوجل تبع الانجليزي مثلا. فاهم علي؟ هاي واحد. هل في اوبن سورس لانجوج ممكن تستعملوه لما تعملوا مشاريع؟ يعني هلا باختصار لو جيتوا تعملوا مشاريع تخرج الها علاقه بالناتشرال لانجوج بروسيسنج
تقدروا هلا تفهموا شو اللانجوج موديل وكيف تستعملوا وكيف تبنوا اللانجوج موديل. هذا هدف المحاضره. بس ما في شيء جاهز. لا اكيد في اشياء جاهزه بس تكون كل شيء موجود للغه العربيه. بس قديش نسبه دكتو هذا شيء ثاني. ولا لا يقوم هو نفسه جوجل بيشتغل اللغه العربيه. في اي سؤال؟ لا ما فيش محاضره الا بس في اي سؤال؟ ما جاوبتش انه في اوبن سورس خلص صراحه بعرفش يا بديش اظلم ناس يكونوا عاملين شغلات. حاول عندنا بجامعه بير زيت في عندنا في المعهد هو دكتور عدنان يحيى وعلي الصالح عملوا عندهم كوربوس بنو كوربوس بعرفش قديش كم حجمه كثير هو بيشتغل كوربوس بيجي كوربوس تبعكم خلينا معناته عملت عليك على يوم بعرف ناس كثير كان الدكتور إياب أبو عيادي كمان اشتغل عندنا في الجامعة على لانجوج بحاول يعمل لانجوج موديل وبعدين بعرف شو كمل ولا ما كملوش لما تركنا هلا في لانجوج موديلز بس هل هي اوبن سورس بصراحة أنا يعني مش الشخص اللي بقدر جاوبكم الصح اللي بقدر جاوبكم عليه بس بما إنها الندوة بعد بكرة وفي ناس مثلا في حدا البروفيسور نزار حبش كينوت سبيكر محاضرته الساعة 3:30 بالضبط تيجي وأنا بقترح إنكم تسألوا لأن هذا هو في جامعة كولومبيا وهذا يعني من الناس اللي إذا في معناته بكون بعرف يروى هو سيرتش إنجن لا هو الجوريثم يروى هو اللي عمله على زميلنا على صالح هون في الجامعة بس المقالات هو سيرتش إنجن بس مش للإنترنت بس لتويتر بس لتويتر فهمت علي؟ هلا ما هو لوسين هو اللي من لوسين جوا كيف بيشتغل؟ ولا كيف بيشتغل؟ ببني لانجوج موديل لحاله وبعمل سيرش عليه هذا لوسين عنده لانجوج لوسين مش بتدخل له بسوي اندكسينج وشو الاندكسينج اللي بسوي بتركه؟ باتش ايش انت بتدخله باتش هلا على فكره في المحاضره الجايه حنحكي عن الانفورميشن ريتريفر الاندكسينج هذيك شيء ثاني بس عشان يقدر يعطيك احتماليه الاعلى هو بسوي بنته من جوا بيعمل هيك حسب الماتش من جوا بيعمل لانجوج موديل له بيعمل لحاله لانجوج موديل بس هلا يروى هو سيرتش انجن للتويتس يعني راح عليه عمل كوربوس من ايش؟ من التويتس مقولات يعني مقولات من وبجيب لك يعني بجيب لك عمليه السيرتش شو اكثر كود الناس تستعمله شو اكثر في اي سؤال ثاني يعطيكم العافيه